وفي الآخرة وقنا عذاب الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. برحم يا أرحم الراحمين. يا الله سبحانك مبارك من يوم مين لا يا الله بنفس كلامي في توفيق تأخر ما يعني سنة من الكمير يا جيو معاخر ما ويا الله أبني أبني أهل عيال في كوري ومت مقصد كلامي في توفيق تأخر ما اس ملك پر آل الإسلام پر هم فرما يا الله أبنا پر أبني حبيب پاک سر سر سچا تابع دار بنا دنیا بھی کامیاب فرما آخرت بھی کامیاب دن کی جو حاجات ہے پوری فرما یا اللہ جو تم سے برکت سے فرما یہ بچے بچا دے بلا کے آبادی سے فرما جو اولاد کی خواہش مانی رکھے عطا فرما اور جس کی جو حاجت ہے خدمت یا اللہ ہر پریشانی کی فرما رب فرما ہم بیماروں کو کامل شفا عطا فرما جس میں جو ہے مخصر رب اغفر وارحم وانت خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی محمد.